ملف كان مدرج جلسة اليوم وتأخر لإعداد الدفاع. تقدمنا بملتمس ديال الصراح الموقات لأن كنعتبروا بأن الاعتقال ديال السي الحداوي هو اعتقال غير مبرر، الوضع ديالو في إطار الاعتقال الاحتياطي غير مبرر لأن ما كيتمشاش، والنصوص قانون المسطرة الجنائية من جهة وتعليمات رئاسة النيابة العامة من جهة أخرى، لأن السي الحداوي كنعتقدوا بأنه كيتوفر على جميع الضمانات. إذا كان نائب برلماني ورئيس شركة اللي كتعتبر ثالث أكبر مصدر للسمك في المغرب واللي بلغت رقم المعاملات ديالها في 2022 ما يناهز 22 مليار سنتيم، واللي هو رئيس ديال واحد الفريق اللي معروف فريق أولمبيك أسفي واللي معروف في الإقليم ديال أسفي بالأعمال ديالو الاجتماعية، كنعتقدوا بأن هذه ضمانات كافية باش يتابع السيد يتابع في حالتي صراح. اعتمدنا كذلك على أن الموجبات ديال الاعتقال الاحتياطي المتمثلة في انعدام الضمانات راه كاينة في خطورة الأفعال، بينا بأن الأفعال اللي تبع من أجلها السيد حداوي هي أفعال غير ثابتة في حقه، لأن محاولة النصب غير ثابتة، وبالتالي فتنعتقد بأن ما كاينش خطورة الأفعال، لأن أصلا ما كاينش أفعال إجرامية، لأن الأفعال اللي تنسبت للسي الحداوي لا يمكن بأي حال الأحوال أن نلبسها حلة مقتضيات الفصل 540 546 من مجموعة القانون الجنائي. وبالتالي كنعتقد بأن الاعتقال ديالو احتياطيا ليس له ما يبرره، وبالعكس فالاعتقال ديالو كيصيب بأضرار بالغة وكيمس المصالح ديالو المادية، بلا ما نهضروا على الحالة الأسرة ديالو، لأن السي الحداوي هو المعيل لواحد الأسرة وهو المسير الوحيد ديال الشركة ديالو، وبالتالي هو اللي كيوقع في التزامات البنكية ديال الشركة، والتواجد ديالو على الاعتقال غادي يسبب أضرار مالية للشركة وتقدر توقف الشركة، وغادي يتصابوا العمال ديال الشركة ديال السي الحداوي عرضة للتشرد. وبالتالي فتنعتقد بان القرار ديال الاعتقال ديالو لم يكن قرارا حكيما، وحنا في الحقيقه كنتفاجئوا بهذا القرار لان الفعل كفعل ما كاينش، لان حتى المتابعه الاخرى ديال بيع التذاكر باسعار مرتفعه، فهذه حتى المشرع راه تعاقب عليها بعقوبه ديال الغرامه ديال 1200 درهم حتى شي 10000 درهم ولا شي حاجه. دونك ما كاينش شي مبرر ديال الاعتقال، لان النصب ما كاينش. فين هو الضحيه؟ ما كاينش ضحيه في هذا الملف ديال السي الحداوي. شكون الضحيه اللي تعرض للنصب؟ غادي يقولوا لي السيد اللي جا تيهضر في الاوديو، علما بان هذاك الاوديو مع الاسف الاوديو راه تم التجزئه ديالو، لان الاوديو هذاك السيد كان تيتكلم في الاصل مع الشخص اللي غادي يبيع ليه لي تيكي، ومع عمر السي الحداوي اللي كان غادي يبيع لي تيكي. السي الحداوي غير اتصل به السيد في الهاتف ديالو، وبالتالي فهذاك التسجيل براسوس كيقول لي بغيت نبيع. واش هذا كيعني بان الحداوي بغى ينصب عليه؟ نقدروا نعتبروا بانه بغى يبيع لي التيكي، ولكن ماشي نصب. النصب انه ما كاينش نصب، ما كاينش تاكيدات خادعه، ما كاينش، لان الناس القانون كيعرفوا بان النصب باش يتوفر خص العناصر ديال النصب، الركن المادي، الركن المعنوي، القصد الجنائي الى غير ذلك. هادشي كلشي ما متوفرش. اذا يحز في النفس على ان شخص من طينه ديال هذا السيد هذا المعروف بال انا اليوم كنت حسيت بالشرف انني كنت بعض الراجل ملي كنشوف الناس اللي جاوا من اسفي وتكبدوا عدنا السفر باش يجي يحضروا الجلسه ديالو. انا فعلا تنفتخر على كانوا بعض الراجل هذا، لان فعلا الراجل تيستاهل ان الانسان يدافع عليه. ملي كنشوف واحد الطفل اللي كان تبطر ليه القدم الرجل ديالو، وبان السي الحداوي هو اللي كي الصك تيام، هي محاوله النصب وبيع التذاكر، محاوله النصب وبيع التذاكر اخرى متهمه. ما كاين غير هو وسي عادل العمري هو اللي كاين. انا حنا ما شفت بيت الامام العمري، حيت كون كنا في تبديله غنكونوش هنا، غنكونوا في امام جهه اخرى. الان تيتعلق الامر التكييف اللي عطاته النيابه العامه هي محاوله النصب والبيع التذاكر باسعار مرتفعه ودون رخصه.